لقب البريمير ليج الثامن في تاريخه، واعتقد انجاز كبير جدا كان ينقصه الحقيقه انه دي الصوره اللي كنت بكلم حضراتكم عليها، فرحه صلاح على اعتبار انه هدفه قرب ليفربول جدا مع نتيجه المباراه الاولى اللي كانت لصالح استون فيلا، معجزه كرويه حصلت طبعا في ملعب الاتحاد، احتفاله مع الجماهير، الجماهير شاورت له النتيجه 3-2، لحظه الاحباط الكبيره جدا من صلاح بعد ما عرف ان نتيجه المباراه اللي هناك اتغيرت في قمه الدراما وقمه التحول في المشاعر والاحاسيس، احساس ان النجم المصري محمد صلاح انه قرب ليفربول وانه كسبهم بطوله الدوري واحرز اللقب، في نفس اللحظه مشاعر متناقضه تماما باحساسه بضياع اللقب وفوز السيتي بلقب البريمير ليج الثامن في تاريخه. على كل الاحوال هنسيبكم مع انفوجراف بيتكلم على سنوات عجائب بتعيشها الانديه الايطاليه، وتحديدا اكثر الانديه الايطاليه اللي تكبدت خسائر ماليه من عمليات بيع وشراء اللاعبين، ونرجع لكم مع نجمنا وضيفنا النهارده في السادسه كابتن اشرف ممدوح، هيشرفنا عشان نتكلم معاه عن اسبوع الحسم، كله بعد الانفوجراف والفاصل.